شهدت دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، كما حل عليها المنشد وائل الفشني كضيف شرف يتعاون خلالها باقي من نجوم الغناء والإنشاد بالأوبرا على المسرح الكبير. احتفاء بحلول العام الهجري الجديد، نظمت دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية أحيتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وبمشاركة عدد من المنشدين ونجوم الغناء والإنشاد بالأوبرا، وذلك على المسرح الكبير. احتفالية خاصة جدا، معمول لها بلان من مدة، تحتوي الاحتفالية على سوليستات دار الأوبرا، وفي ضيافتنا النهاردة الأستاذ محمود هلال والأستاذ وائل الفشني، أصوات شيقة جدا وأعمال مختلفة، ألوان مختلفة للإنشاد الديني عموما، بأوركسترا احتفالي منطقة من دار الأوبرا المصرية من جميع الفرق، فإن شاء الله تسعدوا بيه ونحتفل مع بعض برأس السنة الهجرية. كل سنة وأنتم طيبين، وأنا مبسوط جدا إن أنا هقف النهاردة على مسرح الأوبرا، وده حدث يمكن جديد من نوعه إن يحصل احتفال، وأنا أشكر جدا دكتور خالد داغر وكل القائمين على 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 العمل ده، بإن هم قدروا على المسرح الكبير نعمل احتفالية رأس السنة الهجرية، فأشكرهم جدا وبدعي لهم والله، لأني أنا حاجة زي واختاروني فحاجة يعني صعبة جدا، هو مش هما اللي اختاروني، ده ربنا اللي اختارني، فربنا يجعلني قد المسؤولية أنا ومحمود وأحمد العمري وآيات وكل الموجودين إن شاء الله. برنامج الحفل تضمن مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التي كتبها كبار الملحنين وقدمها كبار المنشدين في مصر والوطن العربي، لتحظى بإعجاب كبير من جمهور الأوبرا. ليلة من أهم الليالي، حفلة رأس السنة الهجرية كلها نفحات وكلها كلام راقي ذكر الله سبحانه وتعالى وصلاة على سيدنا النبي، والأعمال اللي هتقدم النهاردة عاملين أكتر من لون، اللون الشعبي واللون الديني واللون الكلاسيكي. الجمهور ابتدى هو يعي الإنشاد الديني ويسمع الإنشاد الديني، وبقت على فكرة بقت طفرة دلوقتي إن الجمهور بيسمع الإنشاد الديني زي زمان، وإحنا أملنا إن احنا نرجع العهد بتاع الإنشاد الديني تاني زي زمان، من الناس كلها كانت بتسمع إنشاد ديني وبتحب الإنشاد الديني. دار الأوبرا المصرية بتعمل احتفالية حلوة جميلة كبيرة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، احتفالا برأس السنة الهجرية من إنشاد ومواويل وأغاني دينية جميلة من الزمن الجميل، وبعض الأغاني يعني البسيطة الحديثة من بعض مطربينا ونجومنا المتخصصين في الإنشاد الديني وفي الطرب. الأوبرا اعتادت تقديم احتفاليات فنية كبرى في مختلف المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية بمختلف مسارح دار الأوبرا، وتشهد إقبالا جماهيريا ضخما من محبي الفن الراقي لتواصل مسيرتها في الحفاظ على الفن الأصيل بمختلف أنواعه. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.